هذا البناء كان يتحصن به عصابات الأسد وعصابة حالش وحزب الله والعصابات النصيرية. استطاع جيش الفتح تحرير هذا الحاجز ومن ثم دخول مدينة سكيك وتحريرها. هذه آثار التخريب الذي يقوم بها شبيهة الأسد. هذه الكتابات التي يقوم هشام هذا البناء كان في هذه الشمعة الشبيحة هشام التي كانت تختبئ بها جرذان الأسد. وهذه السواتير أقامها جنود الأسد خوفا من تقدم المجاهدين عليهم. معنا الآن أحد عناصر جيش الفتح، تحدثنا عن كيف تم تحرير بلدة سكيك في عدة ساعات بفضل من الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر ولله الحمد، تم تحرير قرية سكيك بالكامل على أيدي أبطال جيش الفتح فيلق الشام. هنا كان يتحصن كلاب الأسد في داخل قرية سكيك، والآن تم تحريرها من قبل أبطال المجاهدين جيش الفتح فيلق الشام. تم دحرهم إلى خارج القرية وتم الدعس والفأس من كلاب الأسد داخل قرية سكيك. نحن الآن داخل بلدة سكيك المحررة بالكامل على أيدي أبطال جيش الفتح، ونلاحظ أثار الدمار الكبيرة التي حلت بمنازل المدنيين نتيجة الغارات الروسية المكثفة على هذه البلدة بعد تحريرها من قبل جيش الفتح. دمار كبير في منازل المدنيين بعد تحرير هذه المدينة نتيجة استهدافها بعدة غارات من الطيران الروسي المجرم. ونحن الآن داخل بلدة سكيك، معنا أحد المدنيين الذي أتى لتفقد منزله بعد تحرير هذه البلدة من عصابات الأسد وعصابات حالش. أخي الكريم، أنت أحد المدنيين جيت لتفقد منزلك، تحدثنا عن الخسائر اللي حلت في منازل المدنيين بعد قصف الطيران الروسي لهذه البلدة بعد تحريرها من قبل جيش الفتح. أخويا، أنا من قرية سكيك التابع لهذه القرية. أخوي، هاي القرية يعني كانت أمينة كثير جدا، عندما تدخل بها الجيش النصيري جيش النظام دمر على خير، يعني ما استعمل الأرض المحروقة، كنا أمينين ومكيفين أبدا. سبحان الله، من تدخل الجيش النظامي كان هنا عندنا عناصر الجيش الحر هنا حامين هذه المنطقة، لكن تدخل الجيش النظامي دمرنا وطفشنا وما خلانا شيء، نهب الدور نهب ما خلاه، وإجا طيران روسي طفشنا. ليك على الدور، ليك هاي دارنا، والله العظيم يا شيخ، ليك أنت انظر، دمرها خالص ما خلانا شيء. لور مو الثوار اجوا حررونا هذه القريه، والحمد لله هلا عم كيفين وعايشين بهذه القريه، يعني ما حالتنا سيئه، يعني لور مو الثوار نحن وضعنا سيء. نحن الان داخل بلده سكيك المحرره على ايدي ابطال جيش الفتح. نلاحظ هذه السواتير التي كانت عصابات الأسد تحصن هذه القرية بها. شيخي، نحن هنا بعد تحرير سكيش بعون من رب العالمين وبقدرة رب العالمين، لا حررنا نحن، رب العالمين رزقنا هذا النصر، ونحن غريبين الآن. هذه أول نقطة على بلدة سكيش، هذه أول نقطة على بلدة سكيش. وتل سكيش هنا رغبانا يا شيخ، هاي أول نقطة على الرباط، مشاهدين أي حركة أي شيء نرصده ونستعمل الثقيل معه، وبإذن الله وبإذن الله وبعون من الله سنحررها لحد حما، لن نقف، والمعركة قريبة جدا جدا على تل سكيت، سيصبح صديق بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله. شيخ، هذا تل سكيت المحتل من قبل عصابات الأسد والروس الخنازير، اللهم الله أكبر الله أكبر. وهذه أول نقطة رباط على تل سكيتش. نحن الآن على أحد خطوط الجبهة بين عصابات الأسد وبين المجاهدين في بلدة سكيك المحررة بالكامل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نحن على أطراف تل سكيك داخل قرية سكيك المحررة بالكامل، وهي بقايا كلاب الأسد تحت أقدام المجاهدين. وقريبا بإذن الله اليوم على تل سكيك وعلى جبهة عطشان وبإذن الله إلى داخل حماة. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن نصر الله من عند الله. نحن من آخر نقطة في سكيك المحررة، نوجه رسالة إلى أخوتنا في محافظة حماة، اصبروا وصابروا على هذا النظام الطاغية، سنأتي بإذن الله سنحرر. الآن نحن المجاهدون في جيش الفتح أعلننا ساعة الصفر، بإذن الله سنحرر ما بعد حماة وما بعد حماة. نطلب منكم فقط الدعاء، الدعاء، ولسنا بحاجة أي شيء إلا الدعاء، نحن مكتفون بكل الأشياء إلا الدعاء. ادعونا يا أهالي حماة.